الأمر أصبح معكوس تماما يعني حاليا، بل وصل الأمر أن يعني كثير من العراقيين الآن يتحاشون أن يذكروا شيء من الانتقادات أو شيء من يعني انتقاد الحالة الراهنة في العراق في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء فيسبوك أو تويتر أو غيرها من مواقع التواصل، خشية أن يتم محاسبته على مجرد رأيه في الحالة المأساوية التي تحدث في العراق. وهذه قمة الدكتاتورية. لا يعني الآن العالم تجاوز مرحلة أن يحاسب الإنسان لمجرد رأيه، هو ليس تابع لتنظيم إرهابي أو داخل حزب معين معارض للسياسة. هو يعني هذا المثال على باسم خزعل، هو مجرد مدون يتابع القضايا الفساد ويحاول فضحها، بل ويقدم الأدلة إلى هيئة النزاهة لكي يساعدها في تطبيق يعني الضرب على أيدي المفسدين. لكن ما تم مكافأته بهذا الأمر أن تم الحكم عليه 6 سنوات، حقيقة صارخة يعني تفيد بأن هذه الحكومة هي ليست حكومة، لم تأتي من أجل إرساء الديمقراطية أو حرية الرأي، إنما هي مسخرة بجميع مقدراتها لخدمة المصالح الشخصية لهؤلاء السياسيين الفاسدين. يعني الأمر نحن ندخل في يعني من سيء إلى أسوأ على مدار من 2003 ولحد الآن تنتقل الحالة في العراق من سيء إلى أسوأ، ولا نعلم إلى أين ستستمر. ربما هذه الأمور تؤدي إلى حالة انفجار، ربما التظاهرات التي نشهدها الآن مناصرة لشخص واحد اسمه باسم خزعل ربما ستكون الشرارة التي ستفجر الوضع شعبياً.